إلى التذكير من جديد بأهم وأبرز العناوين. محافظ صلاح الدين يعلن نجاح الخطة الأمنية والخدمية والصحية لزيارة سامراء، ويؤكد أن الطائفية موجودة في عقول المرضى فقط. محافظ صلاح الدين يعزي باستشهاد كوكبة من أبطال الحشد الشعبي شرقي المحافظة، ويعد بمشاريع استثمارية مدروسة لخدمة المواطنين. زوار سامراء يثمنون دور محافظ صلاح الدين في نجاح زيارة الإمام الحسن العسكري عليه السلام وتكاتف القوات الماسكة للأرض. الكاظمي يشيد بسلمية الاحتجاجات والنواب بمواجهة الدوائر الانتخابية، وخبراء يربطون تحرك داعش بالاستقرار الأمني بالعراق. ختام النشرة، إلى اللقاء.